السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم متابعيني ومتابعاتي، ومرحبا بالناس اللي انضموا لنا جداد. القناة الحمد لله، اللهم لك الحمد، بدات كتظهر فيها انفاس جديدة. مرحبا بكم كاملين، مرحبا بالاخوات اللي تيخلوا لي تعليقات جميله ومشجعه. صراحه انا راه واخا كنغبر عليكم، ولكن ملي كنقرا دوك التعليقات كنحشم انني ما نصورش. كيجيني بعض الاحيان كيجينا العكس على التصوير، خاصه ملي كتكون عندك انشغالات بزاف وما كيكونش عندك الوقت، فكتضطري انك توقفي واحد شويه، يومين ثلاث ايام، ولكن راه ما كنتعطلش بزاف بزاف. المهم كيف ما كان الحال كنبقى معاكم. المهم اليوم ان شاء الله قررت انني ندير، ماشي انا اللي قررت بالحق، ولكن كان تحدي يتحداني راجلي، قال لي نتحداك تصوبي لينا دجاج مشوي على الحجر. وانا ما عنديش طبعا، كتعرفوا حنا في ديورنا ما عندناش الحجر، ما عندناش داكشي ديال البلاد باش تشوي على الحجر، ولا كتخرجي للبر وتشوي على الحجر، ما كاينش. واخا كاع نخرج للبر ما غاديش نشوي على الحجر، ولكن وافقت على التحدي وغادي نديرو ان شاء الله. وهانتوما معايا اول مره، على فكره اول مره، وغادي تشوفوا معايا التجربه الا نجحت طبقوها، ما نجحتش ما شفتوني ما شفتكم. ما تقولوش لا راه قالت لي نديروها، لا تنجح، وانتوما معايا في الفيديو كامل من اوله لاخره، حتى تنجح عاد غادي نقول لكم راها ناجحه وطبقوها وغادي تعجبكم. ولكن دابا باقي الله معايا بخطوه بخطوه. المهم احنا سالينا الشغل ديال الدار، كتعرفوني انا يا ما بقيتش كنشارك معكم بزاف داك الشغل ديال الدار وداكشي، مره مره هكا ماشي دائما. هذاك الروتين اللي كنديروه، شجف وغسل مواعن وهذيك الاشياء هذه كلها، العيلات تبارك الله وكلشي النساء كيعرفوا يقادوها، فما كاينلاش انني نبقى كل مره كنصورها ونعمر بها الفيديو. نبغي نشارك معكم اشياء مفيده اللي تستافدوا منها، بحال هكا نهضر معكم في مواضيع، نجمع معكم، هذا هو المهم، ونصوب معكم هذه التجربه هذه وهذا التحدي هذا، وكنتمنى انه يعجبكم. على فكره راه جاب لي الحجر. جاب لي الحجر من طريق النهضه. البنات ديال الرياض راه ما عارفين طريق النهضه فيها واحد لي تروطوار بحال هكا، يعني رصيف فيه داك الحجر الكبير. انا غادي نوريه لكم معايا، انتم بقاو معايا في الفيديو. هنا عندي رهوفه، ها هي قالت لك رهوفه، قالت لك بغات تهضر معاكم وتقول لكم حتى هي كلمه. بلاتي يلا اجي راه قولي ليهم شنو بغيتي تقولي ليهم باش ما تبقاش مقلقه عليا. يلا يا تنشو تعطوني ماما ياي. يا حبيبه ماما انتي، هذه حبوبتي رهوفتي اليوم عندها اجازه وكتساعد ماماها، ساعدتيني صح وغسلت بوحدها ما شاء الله. خط حمام وريالي غسل معايا. يلا هاني غادي نمشي نديكم المطبخ باش تشوفوا الحجار او الصخر الصخور اللي غادي الحصى. الحصى حنا كنقولوا هنايا الحصى في السعوديه، باش تشوفوا معايا. بالنسبه للناس في المغرب وفي الدول الثانيه ما عرفش يقولوا لي، لا في المغرب نقولوا لي حنا الكياس معروف. انا غادي نوريه لكم، تشوفوا معايا هذا الحصى اللي غادي نطبخ به، وخليكم معايا عندكم تهربوا. هذا هو الحصى اللي كتشوفوه معايا. طبعا راني غسلت وغسلت وغسلت وتبردت عليه القلب حتى ولا الماء ديالو بيض بيض بيض. هذا هو الحصى، ودابا غادي نحطو في طنجره الضغط. حيدي ايدك. الحصى حنا كنقولوا ليه في المغرب هذا الكياس اللي كيبنيو به، ولكن نتوما جيبوه نقي، ما تمشوش تجيبوه من اي بلاصه، جيبوه تكونوا عارفينه نقي وتغسلوه مزيان 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 الا بغيتوا ديروا التجربه هذه. المهم دروك ما نقدر نحكم عليها باش بلاتي بلاتي كاين صوت هذا غيطلع لكم الصوت ديال الخرخشه ديال هذا الحجار هذه. غادي نسكت حتى تنعمر طنجره الضغط ديالي.
خلي ايدك. وخلي ايدك انتو كتشوفوا معايا. طبعا راه ضروري انها تخشي ايدها في اي حاجه كي كتشوفوا بحال هكا. هذا دابا غادي البنات غنحطو على النار حتى يحمى حتى يحمى، وغادي نمشي دابا نوجد التتبيله ديال الدجاج. غنتبل الدجاج وهذا غنخليه فوق النار، فوق على النار هنايا لحتى يحمى، عاد غادي نستعمله. وانتم غتشوفوا معايا كيفاش غادي ندير ليه. هنا عندي الدجاج، عندي الدجاجه كامله هما تقطعوها. الا بغيتو تقطعوا الدجاج طريفات اطراف هكا كبار، انا جيتني هذه صغيره ما كاينلاش نقطع حتى دجاجه صغيره. غادي نديرها كلها بحال هكا صحيحه، غادي نشويها بحال هكا صحيحه. وكنحتاجوا في البهارات ماشي شي حاجه كثيره، في البهارات ما كنحتاجوش بزاف. غادي نحتاج الفلفل الاسود كثرت شويه عادي انه يجي شويه حار، معليش لان الشوا كيبغي شويه الحار. عطيني هذيك راه طاحت بين يدي، وشويه الكمون عطيني، والبابريكا باش يعطي هذاك اللون، باش يعطي الدجاج اللون. والكركم طبعا، والملح. ماما حطيت الملح عادي، وزيت الزيتون. وزيت الزيتون عادي، نكثروا زيت الزيتون باش تجي الشواء الدجاج يجي مدهن يجي زوين. دابا غادي نخلطو. غادي ندهنها كلها هاد الدجاجه هكا بهاد الخلطه هذه، ونخليها فين حتى يسخن ليا الحصى. طبعا ما شاركتش معكم غسيل الدجاج، كلشي راه كيعرف غسيل الدجاج البنات، ما كنشاركش معكم كلشي، يعني كلشي راه كيعرف حتى المبتدئات. ما شاء الله تبارك الرحمن، راه اليوتيوب عامر بهذا الشيء، هذا كيفاش تغسل الدجاج، كيفاش تغسل الحوت، كيفاش تغسل هذا الشيء كله تبارك الله موجود في اليوتيوب. داكشي علاش غنختصر عليكم انايا، نجيب لكم الحاجات اللي جديده اللي يلا 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 بانت. انا طبعا هادو كتشوفوهم هاد بحال هكا، راه تحب لكم ريش ولا شي حاجه، لا هذا ليمون الحامض يعني قصدي بالمغربيه، كنشد شديته وهو اخر حاجه حطيتها على الدجاجه، هو اخر حاجه هي الليمون، وخليتها شديت الليمونه وعصرتها وداك اللب ديالها دهنتها به. دهنتها به داك اللب ديالها كله دهنتها وخليتها في الليمون لحتى بغيت نصاوب ليها هكا هاد الخلطه. يعني كاين اللي غادي يشوف هذاك اللب هنايا وغير حسب ليه ريش ولا شي حاجه، هذاك اللب ديال الليمون، لان كتجي الدجاج انا بالتجربه الدجاج ملي كندير ليه الليمون اخر حاجه وكنخليه فيه ما كنحيدوش ليه، كيجي الدجاج طعمه زوين وما كيجيش فيه داك الزفوريه ديال الدجاج ولا شي حاجه، كيجي طعمه رائع. دابا هاد الدجاجه هذه كتشوفوا معايا غادي نخليها تاخذ وقتها في ترتاح بدما هذا يعني، وتمتص هذيك البهارات بدما سخن ليا الحجار. وخري ايدك راها. هذه هي البنات، شوفوا معايا الحصى ديالنا راه سخون سخون بزاف، كيطلع من الكوكوط فاش حطيت انايا طنجره الضغط على المنديل طلع واحد البخار ما نقولش لكم. المهم هنايا غادي نحط الدجاجه ديالي بحال هذا الشكل، سمعتوا الصوت اللي كتعطي ديال تشن، حطوها بحال هكا. ها هي ايوا، وتحطوا عندي شويه ديال الثوم، قال لي الزوج ديالي حط لي شويه تاع الثوم، غنحطوا بحال هكا باش يعطي كتعرفوا عزيز عليه الثوم، غادي نحطوا بحال هكا دريسات باش يعطيو الريحه. حيدي راها وخري
وتنحط عليها هنا شويه داك الزيت هكا صافي، ونقفل عليها وخري وخري يلا وخري صافي. غادي نسد عليها طنجره الضغط ونرجعها على النار. تاخذ معاكم 45 دقيقه 45 دقيقة وهاني غادي نحل عليها تاني ونشوف شنو وقع. هذه التجارب اللي ما كتضمنيش اللي ما كتضمنوش النتيجة ديالها. انا اشوفها انت ملصق ليا راه تعالي ساعديني. صافي 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 هذا وانا غنحط على النار ثقيلة. باش عرفتي في ايش؟ خلاص خلصت. انتما كتشوفوا معايا انا حطيتها على النار صافي سديتها، قلت لكم 45 دقيقه ونحلوا عليها. وهنا عندي الرز، ها هو عندي هنا الرز حطيته هنايا، درت ليه شحرت شويه ديال البصل مع شويه البصل شويه الملح شويه ديال الزيت والهيل، حبات ديال الهيل وحبات قرنفل وفلفل اسود وورق الغار وهذا خلاص. وضفت عليهم وزدت الماء والرز، كل مقاس ديال الرز عنده مقاسين ديال الماء صافي، لان كل واحد تاني الرز راه على حسب كل وحده وشنو عندها. المهم هذا الطبق هذا كتشوفوا معايا غنقدمه مع الرز، وانتوما يمكن لكم تقدموه مع الخضر مبخره، يمكن لكم تقدموه فقط مع الصلصات الكيتشاب. انا كمان غنحط معاهم الكيتشاب ونحط مايونيز، واللي بغى ياكل هاك واللي بغى ياكل هاك. المهم انا اليوم قدمته مع الرز، غادي نحط معاه شو الرز، ما غاديش نحط معاه الخضار. هذا الشيء اللي كاين وانتم معايا حتى نقدر نحط تتشوفوا معايا النتيجه. كنهضر لكم على الطبخه وباقي النتيجه كاع ما وصلت. ها احنا غادي نفتحوا الطنجره ديالنا ونشوفوا شنو واقع. اليوم انا غنفتح الطنجره ونشوف شنو واقع هنا. واو كي شفتوا معايا البنات، روعة روعة روعة. الريحة بعد الريحة بعد طالعة كتحمق، ولكن خاصني نقلب على كيفاش غادي نهزو. داكشي باش قلت لكم الا كنتو ديروه قطع احسن. هذا البنات هو الغداء كي قلت لكم نقدمو مع الرز والسلطات بلاتي راه سوينا كيتشاب ومع المايونيز والكيتشاب. المهم شكلا وسلطه ها هي والرز والرز وهنا النتيجه. هنا غيقول لي واش ربحت التحدي ولا لا. غادي يذوق واحد شويه باش يقول لكم، هو اللي غيقول لكم لانه هو تحداني انني نديرو على الصخر على الحصى، وقلت لي لا نقدر نصوبه. ما شاء الله شوف كيف مستوي ناضج. لا قرب هنا شويه من الكاميرا. مستوي وناضج ما شاء الله تبارك الرحمن، بس نشوف ايش الطعم. بسم الله بسم الله على بركة الله. صراحة يمي يمي. نعم يمي يمي. انا شكله شهاني. يلا واخا انا غادي نخليك تذوقي حتى انت. انا لا اه الملح، انت تحب الملح يا عبد الاله؟ حطيت ملح كثير والله. مليون من عشرة والله، مليون من عشرة. عجبك؟ يلا نروح. شفتوا البنات انا قلت لكم النتيجه روعه روعه بالنسبه لي هما اللي ذاقوا، وانا تايسه للفيديو نكمل ونقول لكم النتيجه تنقعد، لان باقي غنحط دابا السفره غنمشي نحط ليهم ونتلاقاو ان شاء الله من بعد الغداء باش نقول لكم انا رايي انا. اهلا هاني تاني معاكم من جديد. تغدينا سالينا الغديبه ديالنا واخا كانت معطله شويه، ولكن قلت صافي من ورا الغداء قلنا نرتاحوا شويه، ارتاحينا شربنا واحد كويس تاع اتاي، ودابا وصل الوقت باش نخرجوا. كتعرفوا اليوم الجمعه ضروري نمشي عند حماتي. جينا هنايا لجهينه كتشوفوا معايا عشان نستري الحياه. ما كيبانش ما كيبانش. اوا
لبلاتي. هنا لهذا المحل هذا جهينة باش ناخذوا الحالة ونمشوا، لانني ما صوبتش هذه المرة، عادة كنصوب شي حاجة نديها معايا ولكن ما صوبتش هذه المرة، ما كاينش الوقت وغادي نشري وناخذ. وهنا البنات سالات الحفلة ديالنا، سالات السهرة ديالنا عند حماتي. صح خرجنا معطلين ولكن مع ذلك باقي فينا ما يمشي. قلنا غادي نضربوا دوير على الرياض وهلي نرجعوا للدار. مشينا كنتمشاو في الشوارع، قلت انا نستغل الفرصه نخليكم تشوفوا معايا الشوارع ونقول لكم على الوصفه. البنات والله العظيم اللي جات روعه 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 بزاف، ولكن كيف قلت لكم في الاول من الاحسن انكم تقطعوه حسن ما تطبخوها كامله الدجاجه كامله. بالنسبه لما ما عندكمش الضياف ولا شي حاجه كيجي لذيذ 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 بزاف. صراحه عجبني كيجي فيه واحد المطعم مختلف على الطعم اللي كنشويو حنا. كنشويو طبعا انا كنشوي الدجاج، كندير ليه طريقه يا اما عندي الشوايه الكهربائيه، وكذلك كنشوي حتى في طنجره الضغط. شحال من مره كنشوي بطنجره الضغط بوحدو بدون يعني منو القاع ديال الطنجره، ما كندير لا حصى لا والو، وكيجي لذيذ. ولكن هذا لانه فوق الحجر، هذاك الحجر كيطلع واحد البخار كيخليك ملي كيحمى كيطلع واحد السخونيه، كتجي الطعم مختلف، يجي زوين بزاف، كيجي البنات بحال الطعم ديال المندي. هو هي طريقه فعلا ديال المندي. كتعرفوا حنا هنا كيصوبوا بزاف اللحم مندي دجاج مندي، ولكن كيف فيه الطعم زوين بزاف كيف قلت لكم. وهذا الحصه هذا ممكن تقادوا عليه حتى تنورت، حنا كنقولوا لها في المغرب كاين المناطق تيقولوا تنورت وكاين اللي كيقولوا لها تفرنوت، يعني واحد الخبز كيطيب على الحصى بحال هكا. صراحه كيجي لذيذ بزاف. انا صراحه حتى هنا كيقادوه كيسموه الخبز الافغاني، انا كنتوقع الافغاني، ما عقلتش على السميه ديالو، ولكن حتى هو كيصوبوه على الحصى هنايا. انا في السعوديه بزاف تاع الناس كيقادوه. وبالنسبه لسميتو بالنسبه للحصى البنات ملي تجيبوه كيف قلت لكم انا راه غسلته وغسلته وغسلته مزيان، وكذلك وحميته مزيان خليته تحمى على الاخر. يعني ضروري انكم تعقموا هاد الحجر هذه، يعني ما تجوش وتحطوا عليها الدجاج ديالكم، ضروري تكون معقمه، تطلقوا عليها النار مزيان. راه كاين غير مع الفيديو ما خصوش يجي طويل، والا راه واحد يعطيكم الوقت اللي بقى فيه هذاك الحجر على النار. كنتمنى ان هذا الفيديو هذا عجبكم، جبت لكم فيه فكرة وتجربة جديدة أول مرة كنديرها حتى أنا. وإن شاء الله نتلاقاو في فيديوهات جديدة ووصفات جديدة. وأحبكم في الله.